حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت قط إلا رفع برفه إلى السماء فقال: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. هذا الحديث سنده ضعيف من طريق الشعبية عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من البيت نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. منقطع بين الشعبي وأم سلمة، الشعبي لم يسمع من أم سلمة. لكن في فضائل الأعمال، لا، بعد الصلاة فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل.